استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد مالك عقار نائب رئيس مجلس السياده السوداني والوفد رفيع المستوى المرافق له وذلك بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامه، صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه ان السيد الرئيس استمع خلال اللقاء الى عرض لتطورات الاوضاع في السودان فيما يتعلق بمسار الازمه الراهنه حيث اوضح نائب رئيس مجلس السياده مجريات الجهود الرامية لتسوية الأزمة، وعلى النحو الذي يحافظ على وحدة وتماسك الدولة، فضلاً عن سبل التعاون والتنسيق لإيصال المساعدات الإنسانية وتقديم الإغاثة. كما أشاد بالمساندة المصرية الصادقة والحسيسة للحفاظ على سلامة واستقرار السودان، في ظل المنعطف الحرج الذي يمر به، ومن بين ذلك استقبال أبناء السودان في وطنهم الثاني، مصر، معربًا عن تقدير بلاده للدور الفاعل لمصر بالمنطقة والقارة الإفريقية بأسرها. وقد أكد السيد الرئيس خلال اللقاء أن مصر كانت وستظل دائمًا سندًا وعونًا للسودان الشقيق خاصة خلال الظروف الدقيقة التي يمر بها، أخذًا في الاعتبار الروابط التاريخية بين الشعبين والمصلحة الاستراتيجية المشتركة التي تجمع البلدين الشقيقين. كما اكد السيد الرئيس ان وقف الاقتتال واطلاق النار بشكل دائم وشامل وبدء عمليه الحوار السلمي بما يفضي الى تحقيق اراده الشعب السوداني في الامن والاستقرار والتنميه هي الاولويات التي ينبغي تكثيف الجهود من اجل تنفيذها مؤكدا قيام مصر ببذل اقصى الجهد لتحقيق التهدئه وحقن الدماء ودفع مسار الحل السلمي ودعم مصر الكامل للسودان وتماسك دولته ووحدة وسلامة أراضيه كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد مختار ديوب الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن اللقاء تناول مختلف أوجه العلاقات بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية ودور المؤسسة في دعم أولويات التنمية في مصر لسيما من خلال الاتفاقية المقرر توقيعها اليوم بين الجانبين بشأن قيام المؤسسة بتقديم الدعم الفني والاستشاري لضمان التنفيذ الأمثل لوثيقة سياسة ملكية الدولة وفي ذلك الإطار سمن السيد رئيس الشراكة المثمرة والتعاون البناء بين الحكومة المصرية ومؤسسة التمويل الدولية خاصة في مجالات البنية التحتية والطاقة المتجددة والصناعات التحويلية والرعاية الصحية، مؤكداً في هذا السياق حرص مصر على الاستمرار في تعزيز الاصلاحات الهيكلية، بما يساعد على تعزيز دور القطاع الخاص، وتوفير مناخ ايجابي لكافة المستثمرين واسواق المال العالمية. من جانبه، أشاد رئيس مؤسسة التمويل الدولية بعلاقات التعاون المتميزة بين الجانبين. معرباً عن تطلع المؤسسة لتوقيع اتفاقية دعم برنامج الطروحات المصري، وتقديم المشورة حول تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وفقاً لأولويات واحتياجات الحكومة، ومنوهاً في هذا الإطار إلى الجدية الواضحة للدولة في تعزيز انفتاح مناخ الأعمال، وتشجيعها لمؤسسة التمويل الدولية لزيادة البرامج المشتركة مع القطاع الخاص. لتحفيز دوره في دعم جهود التنميه الشامله والمستدامه خاصه في هذه المرحله الدقيقه على المستوى العالمي التي تتشابك فيها العديد من الازمات المركبه والمعقده لتفرض ضغوطا كبيره على معظم دول العالم مؤكدا استمرار المؤسسه في دورها لدعم التنميه الشامله في مصر